بحسب التقارير الصحفية، المملكة العربية السعودية مصرة أكتر من أي وقت تاني على إن هي تتعاقد مع البرازيلي فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الأسباني. التقارير اللي فاتت كلها كانت بتقول إن فينيسيوس كان قريب إن هو ينضم للدوري السعودي بعقد مدته 5 سنين بقيمة مليار يورو. وخالد عيسى يعني رئيس نادي الاتحاد نادي أهلي جدة أكد إنهم بيتفاوضوا علشان يتعاقدوا مع اللاعب أكتر من مرة. شبكة فوت ميركاتو الفرنسية قالت إن فينيسيوس بيجذب اهتمام أندية أوروبية كبيرة زي باريس سان جيرمان وتشيلسي ومانشستر يونايتد، لكن السعودية مصممة إن هي تتعاقد معاه بأي ثمن. فينيسيوس زعلان جدا بعد ما خسر جائزة الكرة الذهبية لصالح رودري، وريال مدريد حاول إن هو يخفف عنه بعقد جديد، بس اللاعب قرر إن هو يأجل المحادثات في الأمور دي الفترة دي. التقريب أشار إلى إن الحكومة السعودية مصممة إن هي تضم فينيسيوس لنادي الهلال، وسافر فعلا وفد سعودي لمدريد علشان يقابلوا اللاعب ويقدموا له المشروع الشامل للتعاقد معاه وعقد مدته 4 سنين براتب كبير جدا. الشبكة وضحت إن العرض التاريخي ده هيخلي فينيسيوس جونيور الأعلى أجر في العالم، وهيبقى ليه رأي في التعاقدات بتاعت ناديه. فينيسيوس اللي عنده 24 سنة عايز ينضم للسعودية من سنة 2026، بس عايز يفضل في ريال مدريد لحد ما يحقق هدفه ويفوز بجائزة اللي هي الكرة الذهبية، وهو عنده عقد مع ريال مدريد ممتد لغاية صيف 2027.